أهلا بكم من جديد. أشجار الزيتون على جانبي المدخل وأقواس حجرية على امتداده والأرضيات ببلاط حجري مقدسي، بينما بنيت واجهته الخارجية من رخام فلسطين. هذا ما ستجده عند زيارتك جناح فلسطين في إكسبو 2020. هذا الجناح يقدم لزواره جولة وتجربة تحاكي الحواس الخمس عبر ما يرونه على شاشات العرض إلى المحطة السمعية، في خضم أجواء صوتية لأناس في الشوارع، إلى جانب محطة الشم لروائح الميرمية والزعتر والبهارات، تليها محطة اللمس لعناصر حقيقية استحضرت من فلسطين، ثم إلى محطة التذوق ليعيشوا أجواء بيوتها من خلال مائدة المأكولات الافتراضية. ومن إكسبو 2020 ومن من الجناح الفلسطيني تحديداً تنضم إلينا مراسلة صباح العربية رميس إبراهيم. سعد صباحك يا رميس. بين عبق المستقبل والماضي، انقل لنا الأجواء من جناح فلسطين في إكسبو 2020 يا رميس. صباح الخير سهام، صباح الخير نادين. لما بتزوروا هذا المعرض ما فيكم إلا تحسوا إنكم عن جد في شوارع القدس. هو فعلاً لميس، أنا حسست بالبلد القديم وحتى بالأصوات. بالضبط نادين، كأنك بالبلد القديمة بالقدس. فيعني حتى إذا بتقدري تسمعي صوت النقش وصوت محلات البلد القديمة بالقدس. لا يحكي لنا أكثر عن هذا المعرض، رح يكون معنا مدير الجناح محمد جبر. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. أوكي، هلأ رح تاخدنا على جولة وتحكي لنا إيش أبرز ما جاء في هذا الجناح. إحنا موجودين بجناح فلسطين في إكسبو دبي 2020. بوابة الجناح الرئيسية هي مدينة القدس. حاضرة مدينة القدس في جناح فلسطين، بنحاكي الحواس الخمس من خلال بوابة الجناح اللي هي مدينة القدس، اللي حضرنا إلى إكسبو بوجود وجلبنا حجار حقيقية من فلسطين زي ما انتم شايفين هاي الحجارة. نعم، بمدينة القدس، والحجارة مشابهة للأرض تماماً الموجودة بالبلد القديمة بالصورة. فعلاً صبايا بنحس إنه هاي الحجارة امتداد لهاي الصورة، ما بعرف إذا شايفين كأنها نفسها، كأنه الزائر بيحس إنه هاي الصورة موجودة فعلياً بالجناح. طبعاً الأقواس اللي موجودة بالتصميم زي ما أنتم شايفين مشابهة تماماً لأقواس البلد القديمة بالقدس، حتى الأصوات اللي ممكن تسمعوها كأنه ماشيين بالحارات القديمة بالقدس. هون كمان إيش تقدر تحكي لنا عن هاي الصورة؟ لما كانت القدس التاريخية والدينية، احنا جسدنا بوابة الجناح زي ما انتم شايفين بالحرم الشريف بالقدس اللي ملاصق تماماً لقبة الصخرة والمسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة، لأهمية هذه الأماكن الدينية بمدينة القدس، اللي يتعرف الزائر كمان على هذه الأرض المقدسة اللي موجودة ببوابة الجناح. هون احنا شايفين قبة الصخرة، المسجد الأقصى، كنيسة القيامة كمان. نعم، احنا جسدنا البعد الديني ومكانته التاريخية في مدينة القدس. كمان شجرة الزيتون ما بتقدر إلا ما تكون حاضرة. زينا المدخل بشجرة الزيتون، وهي شجرة مباركة بفلسطين، ولمعلوماتك في هي أقدم شجرة زيتون موجودة بالعالم، موجودة بمدينة تحديدا بين مدينة بيت لحم
ومدينة القدس، تحديدا بالطريق اللي مؤدي من بيت لحم إلى القدس موجود شجرة الزيتون. احنا جسدنا في مدخل الجناح زي ما انتم شايفين بهذا الجناح، كيف الزائر ممكن يكون يشوف البلد القديمة بمحلاتها بأسواقها بالمطرزات الموجودة تحديدا بالبلد القديمة وبالسوق القديم بالقدس. هلا بجولتنا الثانيه فوق رح يكون في عنا جوله ثانيه رح نحكي عن كيف بيحاكي هذا الجناح الحواس الخمسه. رح نرجع لكم بعد قليل من هذا الجناح. شكرا لميس. ونعود سهام في شغله، يعني قبل ما نعود، انه الحلو باكسبو انه بتعطيك فرصه تلفي كل العالم في مكان واحد، انت عم تلفي كل العالم، ما بالك مثلا القدس. يعني القدس احدى المدن التي تعتبر حلم بالنسبه لكثيرين ان يزوروها. فهذه المره لميس راح تاخذنا وين؟ راح تاخذنا نعود رحله الحواس في جناح اكسبو فلسطين. لميس نحن معك في هذه الرحله، تفضلي. طبعا بعد ما شفنا الصور بالجولة الأولى وسمعنا الأصوات، صار دور حاسة اللمس. هون رح نلمس عناصر موجودة فعليا جابوها من فلسطين، مثل عنا هون ملح البحر الميت، هون احنا قادرين نلمسه. وبعد هاي الجولة في اللمس رح نروح على جولة حاسة الشم. جايبين روايح مختلفة من فلسطين، عم نحكي هون عن الفواكه، عم نحكي عن المرمية، بهارات، ورد. رح أختار واحدة من الروايح وأفرجيكم كيف رح أقدر أشمها فكأني موجودة هناك. طبعا أنا رح أختار المرمية لأنه المرمية إلها هيك يعني ذكريات خاصة عندي. ويضل دوقني إياها نادين هون كمان يا لميس، هي عرفتني عليها. طبعا إلها فوايد وريحتها كتير حلوة المرمية. فضنا الدرس. إحنا بنشمها أنا هيك بالطبع. اكيد نادين انت بتعرفي المراميه كثير منيح، حتى يمكن بتجيبي معك بس تيجي بجيبه. هلا بعد ما سهام ماخذ كثير صار الحاسه الاهم بالنسبه لي اذا انا جوعانه، وهي حاسه التذوق. خلينا ناخذكم على مائده. هاي المائده مزبوط مش فعليه، هي مائده افتراضيه، لكنها رح تفرجيكم اشهى الاطباق الفلسطينيه. هون نادين عم نحكي عن المسخن، عم نحكي عن المقلوبه، عم نحكي عن الكنافه النابلسيه، وكثير من الاطباق في هاي المائده رح نشوفها مع بعض. وحتى عندنا هون اذا بتشوفوا في عندنا منيو الكترونيه، هاي المنيو بتفرجينا طريقه اعداد بعض الوصفات. عندنا هون المنسف، صياديه السمك وغيرها الكثير، وطبعا اهم شيء بيجي الحلويات بعدين مثل ما ذكرت هي الكنافه النابلسيه. فهاي كانت معي جولتنا في هذا المعرض لطيف. شو رايكم؟ هي الطبق يكون افتراضي يا لميس؟ انا ما بدنا افتراضي. بدنا تحملي معك هلا تجيبي لنا شو حابة. احنا لنا نعزم سهام يا لميس، نحب المقلوبة. في سمعت هون في محل مناقيش ومسخن، اجيب لكم معي شوي؟ يا ريت. يا ريت. ومع كاسة مرمية هيك على الصبح، يعني بتطلع صبحية حلوة. فينا نشوف المنيو معك يا لميس؟ المرمية بجيب لك اياها من البيت. طب لميس كيف المنيو مثلا؟ في عندنا هون الزلابية، طريقة الاعداد، يعني حتى انت فيك تصوري من هون طريقة الاعداد وتعملي هاي الاكلات في البيت. فشو جابوا لكم يعني هذا الجناح جاب لكم فلسطين لعندكم؟ ما هو هذا اللي كنا بنحكي فيه سهام. يعني انت بتمشي في كل الاجنحه، والان في جناح فلسطيني، يعني بلشت لميس وكانها فعليا من احدى شوارع البلده القديمه، يعني من داخل البلده القديمه. وحتى المعروضات والبضاعه التي كانت تعرض من خلال الصور التي شاهدناها هي وكانها يعني تحاكي تماما البضاعه الموجوده فعليا في البلده القديمه وفي شوارعها. طبعا منتابع في هذه المشاهد، هذا هو الجانب الحواس كيف المحاكاة للواقع الافتراضي، سواء من خلال المأكولات وأيضا من خلال النكهات والبهارات. طب أنتي لميس يعني شو الأكلة اللي اخترتيها يا لميس؟ في إشي معين بتحبوا أصور لكم إياه؟ إيه يعني أكيد طريقة عمل إشي ما يمكن نادين تعملنا إياها في البيت. خلينا نتعلم الطريقة بالأول يا لميس. هون الفطور الفلسطيني. هلا مناقيش سهل يعني، بس بدنا هيك شغلة تشتغل مثلا المسخن. مناقيش انت بتعرفي تعمليها؟ بتقدر تشوفي لنا المسخن كيف مثلا وصفته؟ خلص بوعدك رح اصور لك كيف طريقة عمل المسخن واجيب لك اياها، بس لازم تذوقينا اياه.
أنا بحب عندكم يا نادين مسخن والمقلوبة. صحتين. أيوة. أحلى عزومة عم سخن ومقلوبة. ونحيي زميلتنا راوية العالمية هي عملت لنا إياه. شكرا جزيلا يا لميس على هذه الجولة من إكسبو فلسطين. شكرا.